حقوقية دير تظاهرات والدولة تدري وتكتب بيان. نعم دكتور نجم، أريدك تصدقني القول مثل ما أنا متعود عليك. أنا أسمع من زمان، أنه من زمان يعني من أيام 2019-2021 ونقل إلي من قبل مختصين، أنه هنالك مكاتب موجودة في الناصرية أو بيوت أو مقرات لمخربين، تروح عليه تقول له سوي لي مولتوف، روح سوي ضرب للحزب الفلاني، فجر لي، اكسر باب المحافظة. يقول ذولا يؤجرون، أي جهة تروح تدفع لهذا، وآخر اسم هذا عماد قوطية، مدري عماد طرقاعة، لاقين القبض عليه. إذا هاي كلها فعلا هذه المقرات موجودة قوطية وربع قوطية، قاموا هم يديرون الوضع الأمني بالعراق حتى تسمع هاي الغمان اللي تقيم دولة يوم قوري ويوم قوطية. وهذا كلام أمام العراقيين، وهذا أعلن. قوطية يسوي مولتوف، وقوطية يدير تظاهرات، والدولة تدري وتكتب بيان. اي شنو قوطية هذا؟ في ظل تراجع قوة الدولة تظهر في كل دول العالم، تظهر مجموعات وتظهر عقابات وتظهر لوبيات من المصالح. لا فعلا هذا موجود دكتور نجم، هذا الذي قلت به أنا قبل قليل. أستاذ نجم، أنا لا أستطيع أن أؤكد بشكل رسمي ولا أستطيع أن أنكر، لا أستطيع أن أؤكد لأني لا أملك الصفة أن دكتور نجم فصل.